هذه المبادرة المباركة التي يطلقها مجمع البحوث الإسلامية والتي جاءت بعنوان لتسكنوا إليها. نجد أننا أمام مجموعة من الأعراف والعادات والتقاليد لا نقول عنها بأنها ظالمة، لكنها خرجت عن حد المعقول. نرفض هذه الأعراف وتلك العادات وتلك التقاليد التي من الممكن أن تؤدي إلى تحريم ما أحل الله تبارك وتعالى. فنجد ما نراه الآن من عزوف عن الزواج وانتشار للعنوسة. شبكة، حفل خطوبة، حفل زواج، شهر عسل، كلها مصاريف زواج تتراكم على الشباب. هذا ولم نذكر الأساسيات بعد، مثل السكن والأثاث وغير ذلك. إذن شو الحل؟ الحل في التوعية الاجتماعية للتخلص من المصاريف الكمالية التي يمكن تجنبها أو تخفيضها، وهذا ما نبه عليه الأزهر في مصر عبر مبادرة بعنوان لتسكنوا إليها. فأطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في مصر عبر القضاء على العادات السيئة المتبعة في الزواج، بهدف تيسير الأمور المتعلقة به ومواجهة المغالاة في تكاليفه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم. تتضمن المبادرة عدة مراحل. أول مرحلة خلال فترة الخطوبة، فتسعى لاقتصار مراسم الخطوبة على قراءة الفاتحة وحضور المقربين فقط. أما في المرحلة الثانية فتتمثل في دورة مكثفة للزوجين في التأهيل الأسري والاتفاق على الذهب بالقيمة بدل الجرامات. أخيراً تعمل المرحلة الثالثة على التخفيف من إجراءات الزواج، مثل جلسات التصوير وكسوة الأهل. نقول بأنها تمر بعدة مراحل، المرحلة الأولى قبل الخطبة، والمرحلة الثانية أثناء الإعداد للزواج، والمرحلة الثالثة عند الزواج. وكما رأيتم من خلال هذا الفيلم بأن هذه المراحل أشبه بمقدمة تسلم لنتيجة، ثم تنقلب النتيجة إلى مقدمة تؤدي إلى نتيجة أخرى. وهذه المراحل الثلاثة روعي فيها التوسط وروعي فيها الاعتدال. هذه المبادرة لا تأتوا إلا قفزا وخروجا على تلك الأعراف التي يمكن أن تؤدي إلى ظلم لأحد الطرفين من الآخر. هذه المبادرة لاقت ترحيباً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، فروى كثيرون تجاربهم مع الطلبات المبالغ فيها في الزواج. سنقرأ بعض تعليقات المغردين ونبدأ من طه الذي قال: مبادرة الأزهر والشيخ الطيب في موضوع تجهيزات الجواز حاجة محترمة ومحتاجة تشجيع، حفظ الله الأزهر الشريف وحفظ الله شيخ الأزهر. ننتقل إلى سيدرا التي قالت: أكثر حاجة شدتني نقطة التأهيل الأسري اللي في المرحلة الثانية، ومبسوطة جدا بها لأن ناس كتير بتتغافل عنها، وده بيكون من أسباب المشاكل بعد الزواج. أماني علقت وقالت: الأهم من كل ده يكونوا عارفين وفاهمين معنى الجواز ومقدرين مسؤوليته وقادرين على تكاليف المعيشة نفسها وتربية الأولاد قبل ما يتجوزوا. ممدوح قال في تغريدته: العرف أصبح هو الفتنة والفساد الكبير، العرف للأسف أصبح شوكة في حلق كل شاب يريد أن يعوف نفسه ويتزوج. أخيراً من يسمي نفسه الرفيق، كانت له تغريدة: مبادرة الأزهر لتخفيف متطلبات الزواج محترمة جداً وتناسب العصر الحالي والإفقار الذي يعيشه الناس، لكن العرف في مصر صعب وله سطوة تفوق الصواب. للتوسع في الحديث معنا من القاهرة أستاذة علم الاجتماع الدكتورة هالة منصور. مرحبا بك معي في منصات دكتورة. دعينا نبدأ بالاستعلام عن كيفية تطبيق المبادرة، هل ستقوم بناء على حملات توعية وكيف؟ أولا أهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي لكل المشاهدين. في الحقيقة المبادرة هي مبادرة محمودة من الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر، ولكن المبادرة هنا هل هي قيام الأزهر بهذا الدور
ولا خلق نوع من أنواع الحوار المجتمعي والشراكة الاجتماعية ما بين الأزهر كمؤسسة دينية تهتم بالتشريع وبإيضاح أمور الدين ودين المعاملة وتطبيق الأمور الدينية والشرعية وتوعية المعنيين بها، خصوصا فيما يتعلق بأمور الزواج والأسرة والتربية والنشأ، أم أن الأزهر هو بس اللي هيقوم بالمبادرة دي وفقا للثلاث مراحل؟ في الحقيقة مفترض أنه الأزهر هنا دوره الأساسي التوعية الدينية ونقل فكر ديني سليم في إطار منهج الدين المعاملة، وبالتالي هنا البرنامج لابد ألا يقتصر تنفيذه فقط على الأزهر أو على مجمع البحوث الإسلامية، ولكن لابد من شراكة ما بين المنظمات الحكومية والغير حكومية والمجتمع المدني بكل طوائفه وعناصره، سواء كان جمعيات أهلية أو نقابات أو أحزاب. فأنا أتوقع أنه كي تأتي هذه المبادرة بثمارها المرجوة في المجتمع المصري، أن يخلق الأزهر باعتباره المبادر لهذه الدعوة درجة من درجات الشراكة للمساهمة في السيطرة على بعض العادات والتقاليد، خصوصا في الطبقات الفقيرة أو الطبقات المتوسطة، لأنه في الحقيقة في الطبقات الفقيرة يعني بهذا السياق، عذرا على المقاطعة دكتورة هالة، الغالبية العظمى من التعليقات كانت مؤيدة لمبادرة لتسكنوا إليها بالشارع المصري، وربما هذا يشير إلى أنه نسبة كبيرة من الشباب تعاني من ارتفاع كلفة الزواج. هل تجاوزت هذه التقاليد حدودها برأيك؟ طبعا تجاوزت حدودها بدرجة كبيرة جدا، خصوصا في البيئة الثقافية البسيطة أو الفقيرة، لأن كل أمور الحياة مطروحة على الملأ، ما فيش خصوصية، وبالتالي تتحول الإجراءات أو العادات والتقاليد إلى أمور ملزمة وقاهرة لأسرة الفتاة، بحيث أن هي بتفرض عليها عدد معين من التجهيزات، سواء الأطقم السراير ولا أطقم الحلل ولا أطقم المعالق، نلاقي فيه مبالغة شديدة جدا، وعنصر التقليد هنا عنصر غالب، وعنصر التدخل في الشؤون اللي هي مفترض ان هي ما بين الزوج والزوجة داخل الأسرة او ما بين الأسرة الصغيرة اصبحت على الملأ، ويلام الأب والأم إذا لم يوفوا بهذه المتطلبات اللي هي في الحقيقة مبالغ فيها. وكل ما حد من الأسر يبتدي ياخد تصرف جديد، يبتدي هذا التصرف يتحول إلى عمومية وإلى فرض على باقي الأسر، لدرجة أن قطاع كبير جدا من الغارمات أساسا مرتبط بتزويج الفتيات، لأنه نوع من أنواع التقليد ونوع من أنواع الفرض عادات وتقاليد بتتحكم في البشر وتقهرهم، لدرجة ان هم ممكن يروحوا السجون لتنفيذ هذه العادات والتقاليد، وتصبح هذه العملية عملية عامة وملزمة، وهناك من يدعي ان هي من الطقوس الأساسية للزواج. وبالتالي هنا التبصير بالقيمة الدينية للخطبة والقيمة الدينية للزواج والمودة والسكن والرحمة وعدم المبالغة وتزويج الشباب والفتيات والتبسيط عليهم كنوع من أنواع الحماية الدينية والاجتماعية، هي دي مفردات الخطاب الخاص بمبادرة الأزهر، وبالتالي هي مبادرة محمودة جدا ومرغوب فيها جدا من قبل كل عناصر المجتمع، ولكن عشان تكون مؤثرة بالدرجة المطلوبة لابد أن هي تكون فيها درجة من الشراكة المجتمعية، لأنه في الحقيقة في الطبقات البسيطة بنكون محتاجين للاتصال المباشر من خلال بعض القيادات الطبيعية داخل الريف أو داخل الأحياء أو داخل القرى اللي بتنتشر فيها هذه العادات، من خلال الرسائل الإعلامية، من خلال طرح التجارب الإيجابية، من خلال طرح العادات والتقاليد وفرضها على المجتمع البسيط، بأنه العادات والتقاليد تصبح هي ما ندعو إليه من خلال طيب المبادرة. دكتورة، هل تعتقدين يعني أنه هذه المبادرة ستنجح بكسر العادات والتقاليد المرتبطة بالزواج؟ هي مفتاح، يعني هي زي ما بنقول خبط على الباب كده، يعني هي خبطنا على الباب، فلازم نفتح بقى بشراكة مجتمعية، ولازم يكون في كثافة من الطرح وكثافة من التأثير وكثافة من طرح النماذج الإيجابية اللي هي تنازلت عن بعض الأشياء المبالغ فيها، وحياتهم أصبحت أكثر حبا وأكثر ودا وأكثر استقرار.
نعم أستاذة علم الاجتماع دكتور هالة منصور، كنت معنا من القاهرة، شكرا لك.